سبحان الله، نحن الحين على منحدر ولاحظنا الماي يعني على طلعة، بس هو يعني يطلع وياه. بس معانا المرشد السياحي أبو مأسيس. أبو مأسيس، هل هنا يعني الجاذبية خفيفة وشو بالضبط؟ يعني كيف سبحان الله يعني الماي هنا؟ حبيبي أبو نواف، بصراحة هذه الظاهرة موجودة فوق جبال أراكاز في جمهورية أرمينيا وفي كثير من الدول، في سلطنة عمان موجود، في العراق موجود، في الإمارات موجود، في الأردن موجودة. أنا أعرف هذه الظاهرة موجودة من خلال الفيديو اللي ناشره على اليوتيوب، ظاهرة فيزيائية غريبة اسم الفيديو. فأثناء الكومنتات، من خلال الكومنتات الكل يقولون هذه ظاهرة موجودة، لكن ما هو تفسير هذه الظاهرة لحد الآن ما معروف. القسم يقول انعدام الجاذبية، القسم يقول انعدام المجال المغناطيسي، لكن ما أعرف أنا بصراحة. الظاهرة هذه موجودة، إذا تحبون تشوفوها اتصلوا بي على الرقم المعروض أمامكم.